بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم. اليوم احنا في فلايح عنيزة، واحد من المشاريع اللي قادته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في وسط عنيزة لإعادة الحقول الزراعية القديمة والتاريخية والأثرية في عنيزة، وسط مدينة عنيزة. اليوم احنا زايرين مسجد قديم عمره أكثر من 200 سنة، تراث عمراني في هذه الفلايح، في فلايح عنيزة. تم إعادة هذا المسجد وتأهيله من جديد من قبل أيضا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر أحد المنفذين السعوديين اللي يعملون في هذا المجال. هذه واحدة من الفلايح الموجودة في فلايح عنيزة اللي تم إعادة تهيئتها ضمن مشروع فلايح عنيزة اللي قادته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع عدد من الشركاء البلدية والزراعة ومحافظة عنيزة أيضا، بالإضافة إلى المجتمع المحلي والأهالي والمزارعين في هذا المكان. هذا المسجد التاريخي اسمه مسجد الفاخرية، مسجد طيني يعيد تم تأهيله قبل تقريبا سنة على نفس الطراز القديم اللي بني عليه هذا المسجد، وهو يمثل تراث عمراني، التراث العمراني النجدي بهذه التشكيلات الطينية، بني بطريقة العروق. لاحظوا العروق، يعني ما هو لبن، لا، العروق طريقة يعني يحطون الطين مباشرة ويتركونه لين يجف، هم من يعيدون مرة ثانية بناء. وهذه الساحة الخارجية للمسجد أيضا أبواب من الخشب، هذه الساحة الخارجية من المسجد عادة بطحة، الأرض يصلون على البطحة. هذه الأعمدة تسوى من الخرز، داخلها خرز، صخور قوية جدا تلبس بالطين حتى تحمل هذا السقف. شوف باقي أجزاء المسجد، هو ضمن مكونات المزرعة والفلايح القديمة في عنيزة. نبي ندخل أيضا المسجد نفسه، شوفوا ما شاء الله مسجد تحفة عمرانية صراحة، تأهيله من جديد، الجبس والزخارف الجبسية الموجودة بالمسجد، سقف المسجد المستخدم من نفس المزرعة، جذوع أثل والخوص حق النخيل في أعلى حتى يمنع تسرب الماء، ومن ثم يرص الطين فوق هذا المسجد. شوفوا كيف هذه التشكيلات، هذا ضمن الطراز النجدي يعني الموجود في أغلب البيوت النجدية. شوفوا الجذع الأثل هذا وش كبره. الإضاءة أيضا يعني استخدموا شكل السراج القديم حتى يعطي الانطباع. نبي ندخل إلى الخلوة، شوفوا هذا اللوحة حقته، مسجد الفاخرية التاريخية لعمارة ومصليه، طبعا هو رمم على نفقة مطوع وأشرفت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بناه البنا إبراهيم بن صالح الحمدان ومعاونيه، ودرب معه مجموعة من الشباب يعني الموجودين هنا. شوفوا هنا حاطين درجات الحرارة بالمسجد تختلف، في الصيف في عز الصيف في أحد الأيام قاسوا درجات الحرارة، في الشمس كانت 55 درجة الحرارة، في الظل 42 درجة حرارة، المسجد 35، الخلوة اللي بندخلها الحين 29. دائما الخلوة تكون أبرد بالصيف وتكون أدفى بشتة، وهم يستخدمون الخلوة في وقت البرد الشديد كانوا في السابق. شوفوا هذا مبني من الحجر، فعلا كان باردة، الآن أحس بالبرود. وهذه الخلوة، هذه الخلوة ما شاء الله رائع جدا، شوفوا كيف بنيت. وهذا هذه سجادة وضعوا، لكن أكيد الناس يحبون يصلون على الأرض مباشرة لأنها فعلا تعطي روحانية مختلفة صراحة في مثل هذه المواقع. وإذا طلعت من المسجد تطل على هالإطلالة الرائعة الجميلة اللي مفتوحة للزيارات ومفتوحة للناس، فلايح عنيزة فيها يعني يزورونها الناس، يجلسون فيها يستمتعون في باقي يومهم، يزورون المسجد، يزورون بعض المواقع الموجودة، ويستمتعون أيضا بالمنتجات، منتجات المزارع اللي تباع في هذه المواقع. أتمنى أني أضفت لمعلوماتكم عن التراث العمراني وقصة هذا المسجد، مسجد الفاخرية الموجود في فلايح عنيزة. شكرا لاستماعكم، إن شاء الله نلتقي مرة أخرى بإذن الله. هذا جزء من فلايح عنيزة اللي يقع ضمنه المسجد. أيضا حتى بوابات المزارع في الفلايح عملت بطريقة تراث عمراني، والاستفادة من هذه الحقول من الحيازات الزراعية الصغيرة اللي واقعة قرب وسط عنيزة، إعادتها من جديد في مشروع سمي مشروع فلايح عنيزة، قادته الهيئة العامة
للسياحة والتراث الوطني وقادة مجموعة من الجهات الحكومية للعمل على إعادة تأهيل هذه الفلايح من جديد مع المحافظة، مع محافظة عنيزة، مع أيضا الزراعة ومع البلدية ومع المجتمع المحلي والمزارعين اللي شكلوا لجنة يرأسها أحد المزارعين.